حلو. اي الله يسلمك. لسه واصل. بقول لك ايه، هات العربيه وتعالى لي على المعادي. لا، اول ما تخش المعادي كلمني وانا هقول لك تجي لي فين بالظبط. يلا مع السلامه. يعني انت برضو مش هتيجي مع اخوك المشوار ده؟ اجي معاك بصفتي ايه بس يا يوسف؟ بصفتك ايه يا ابني؟ وانا رايح عيد ميلاد يعني وجايبك غصب عني وعنهم؟ يا ابني ده عزا ثواب. لا انا ماليش في الجو ده يا يوسف، بعدين انا مش عاوز اشوف ديدي ولا عاوزها تشوفني اصلا، احنا ما اتقابلناش من ايام الجامعه. خلص انت بس مشوارك ده وكلمني. ماشي ماشي يا سيدي، متشكرين. يلا سلام. سلام. حلو العصير حبيبي. معلش اتأخرت عليك. وحشتني قوي. أنت أكتر. إزيك؟ الحمد لله، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ها عامل إيه الولد ده معاكي؟ مطلع عينيها عادي. لا والله خالص، ده قمر. ربنا يخليك يا منى. مش عارف والله الواحد ممكن يشكرك إزاي على كل اللي أنت بتعمليه ده. اخسى عليك ما تقولش كده. آدم، كنت عايزة أتكلم معاك في موضوع. أوي أوي، اتفضلي. لا، كنت حابة نتكلم مع بعض لوحدنا. خلاص أنا فهمت، هروح الحمام وأجي. ماشي، بس اتأخر شوية في التواليت. اتفضلي يا منى، سامعك. آدم، أنا هتجوز كمان شهرين. طيب، ألف مبروك. لو احتاجتي مني أي مساعدة تحت أمك. بص، هو أنس بالنسبة لي ابني وحبيبي وبجد مالي عليا البيت، وأنا مبسوطة جدا إن هو عايش معايا، بس أعتقد إنه بعد الجواز هيبقى صعب. عندك حق، عندك حق طبعا، أنا فاهم ومقدر، بس معلش الفترة اللي فاتت دي كان عندي لخبطة في حياتي كلها، ما بين أمريكا وما بين هنا، مشاكل في الشغل، مشاكل مع أصحابي، بس خلاص أنا بحاول أظبط كل حاجة دلوقتي، وأكيد قبل ما الشهرين دول يخلصوا أكون وضبت أوضة لأنس، هيعيش معايا في البيت هو وندى، متقلقيش خالص. أنا والله آسفة جدا. آسفة على إيه بس؟ ده أنت اللي كتر خيرك في كل اللي أنت بتعمليه، أنا اللي مش عارف أشكرك إزاي. أنت اللي كتر خيرك على اللي بتعمله مع ندى. مفيش راجل في الدنيا مهما كان يعمل كل اللي أنت بتعمله ده، حتى لو كانت مع أي ست ربنا خلقها. ما هي مش أي ست، دي أغلى مخلوقة عندي في الكون. أنا غسلت إيدي يا دوب 20 مرة، أرجع تاني؟ لا خلاص، تعال هتبوسة. طيب انا هقوم بقى وهستناك تجيب لي انس على البيت. ماشي ماشي، شكرا يا ماما. باي 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 باي، هستناك. باي. ايلو اي، دخلت المعادي؟ تعالى لي على شارع 9، اخر كافيه على اليمين. رحيم اتكلم تاني. كلمها كتير وانا عمال اتكلم كل شويه مفيش فايده. ما تقلقش يا روح، اكيد في حاجه حصلت هناك خلتها تاجل سفرها. مش غاده اللي تعمل حاجه وما تقولش. بقول لك ايه، غاده دي طول عمرها بتعمل اللي في دماغها. ايوه بس ما بتخبيش، غاده اجرأ من انها تخبي. من فضلك لو سمحت النهارده بالذات دونا عن اي يوم لازم تكون هادي واعصابك متماسكه. طبعا لازم اكون هادي فعلا. ملايين تختفي من الحساب بتاعي، وبعد شويه الجوهره، ودلوقتي بنت بتختفي. معمول لي انا عمل ولا ايه بقى؟ عمل ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا سيدي لو على الجوهره الحمد لله، اهو فاروق مش هيركز في القصه دي دلوقتي، على الاقل لحد ما يكتشف مين اللي قتل سليم.
ولو على غادة أنا متأكدة إن في حاجة حصلت هناك وأجلت سفرها وساعة بالكتير وهتلاقيها بتكلمك وتطمنك. الحاجة الوحيدة التقيلة فعلا والمفروض نفكر فيها صح هي موضوع الفلوس، وبرضو أنا متأكدة إن مكتب المحامي هناك هيلاقي لها حل وهيجيب قرارها إن شاء الله يا سيدي، لو خلى شركة التأمين بتاعت البنك تدفع الفلوس دي. بس أنت لازم تسافر على فكرة، تقعد هناك أسبوع أسبوعين تقعد على دماغهم، ده هيفرق. طب يلا عشان ما نتأخرش على عزة، مش عايز فاروق يقلب عليا أكتر من كده. يا سيدي أنا جاهزة. يلا. ها رحيم، رحيم ها في جديد؟ مامي. هاي يا حبيبتي. أنا عايزة أروح. عايزة تمشي دلوقتي حالا؟ خلاص يبقى يلا بينا. أيوة بس الدكتور هيسيبنا نمشي. مش مهم الدكتور هيقول إيه، المهم هي عايزة إيه. أنا هنزل أحاسب المستشفى لحد ما تجهزوا الشنطة. يلا زياد تعالى معايا. يلا يا احنا ما ينفعش نصحيها شويه؟ لا ما ينفعش نصحيها، الدكتور لسه مديها الدواء المسكن. شايف الجهاز ده؟ اه. الجهاز ده بقى اللي بيبقى فيه السائل اللي هو الدواء اللي ماما بتاخده، لازم يخلص خالص بعد كده هي بكام ساعة هتفوق كده. بس أنا عايز أتكلم معاها شوية. بقولك إيه بقى؟ أصلاً الدكتور منع أي حد يزورها وهي واخدة الدواء خالص. بس أنا مقدرتش أقولك كده عشان أنا عارف إنها كانت وحشاك. وحشاني أنا كمان. بس أنت لو عاوز ماما تخف لازم تصبر لحد ما تتعالج وتفوق، بعد كده هتبقى زي الفل مش هتتوجع تاني. مش هو ده اللي يهمك؟ هو ده اللي يهمك. يس Adam, we need to speak in private. Okay, tell me. I think under these circumstances, we should keep it private. Doi. Anas, habibi, تعالى معايا مشوار وهنيجي على طول. I'm listening. Mr. Adam, I've left all of my commitments. I came here to stay with your friend. I'm a doctor. Sometimes the cases accepts the treatment. Sometimes the illness just defeats us. I've seen many cases. Nather is beyond cure now. Even if you pay me $1 million per day, I would not be able to stay. To me, this is a call. I have many cases abroad, all over the world, not just in the US. And there are many cases that has a true chance of healing. So it is not a question of how much you can pay me. I know how it feels like. But there's no way I can stay longer.
whether I will have to resort to my embassy or other means, but I'll have to leave tomorrow. I think you understand. It's reasonable. I think Loy can help me to purchase a plane ticket for tomorrow. I will go and change my clothes so I can be ready for tomorrow. Go. I thank you for your trust. Go. مش كويسة. خير قول. غادة اتقبض عليها في المطار. امتى الكلام ده؟ أول ما جت الطيارة ما خرجتش بره، يعني ما عدتش حتى على شباك الجوازات. عرفت ازاي؟ الرسالة دي جت على الموبايل بتاعي. عرفت مين اللي بعتها؟ لا ما عرفتش. اتصلت بالرقم أول ما قريت الرسالة. جاتني رسالة صوتية بتقولي إن الرقم ده مش موجود في الخدمة. دخلت جوه المطار عشان أسأل بتوع الأمن، بس ما حدش إداني معلومة مفيدة. بس أنا اتأكدت إنها ركبت الطيارة من أمريكا فعلا. روح عندها ليدي. قبض عليها في المطار، ما لحقتش حتى توصل لشباك الجوازات. عرفت خدوها فين؟ رحيم حاول يعرف، مفيش فايده. بس اتاكد انها ركبت الطياره من امريكا في ميعادها. طيب هي ممكن تكون كده دخلت بحاجه ممنوعه، مش شرط تكون حاجه كبيره من في دماغك يا راغب. لا مش ده اللي هيخلوهم يمنعوها انها تكلمنا. كلمت حد من معارفنا؟ طريقة القبض عليها ما تخليش أي حد من معارفنا يقدر يعمل لنا أي حاجة. أنا عارف بقول إيه. قصدك إيه بقى؟ مش فاهم. ده شغل أمن وطني. غادة اتقبض عليها من على سلم الطيارة، ما لحقتش حتى تقرب من شبكة الجوازات. طيب إحنا على الأقل كده عرفنا نحدد هي فين. ممكن نشوف بقى نقدر نكلم مين يساعدنا. عشان كده انا بعت رحيم من ده لايدي يتوسط لي عند فاروق. مش هقدر اتكلم فاروق في الوقت ده خالص، كفايه اللي بيني وبينه دلوقتي. استنى عشان هو جاي، ما تتكلمش خالص. ها ايدي،
السلام عليكم. لقاء الله يا فندم. لقاء الله. شكرا الله سعيد. الباقي في حياتي كده ليه؟ حياتك الباقي يا يوسف. متشكرة إنك جيت. دي أكتر ظروف أنا كنت محتاجة لك فيها. هو فين بابا يعني؟ أنا مش شايفه. كنت عايز أسلم عليه وأعزيه. تقريبا دخل مع ناس المكتب. طب اتفضل اقعد وهو جاي. لا يا داليا، انا مش جاي عشان اقعد خالص. كنت جاي عشان اعمل الواجب وعشان اعزيك يعني وامشي على طول. واجب ايه يا يوسف؟ ده اكتر وقت انا محتاجه لك فيه. داليا، انا مش جاي هنا عشان اتكلم خالص في اي حاجه. ولو حتى هنتكلم، لا هو ده الوقت ولا هي دي الظروف. انا مش عايزه اتكلم في حاجه يا يوسف. انا محتاجه لك تبقى جنبي عشان خاطري اقعد شويه. خلاص، شوفي لي بس بابا فين عشان اعزيه وبعد كده نبقى نقعد نتكلم. طيب حاضر. ممكن تيجي تسلم على ليلى؟ حياتك الباقي يا فندم. انا متشكر لحضرتك جدا. متشكر. اه طبعا، البيت بيتك، تشرف في اي وقت يا باشا. الحقيقه انا عارف قد ايه حضرتك مشغول ومسؤولياتك كتير، بس انا كنت عاوز اطمن، يا ترى البنت بيعاملوها معامله طيبه؟ طيب تمام، خير يعني كده بقى نقدر نشوفها بكره الصبح؟ يا للدرجة دي؟ طيب عموما أنا متشكر لحضرتك جدا، وجميلك ده فوق راسي من فوق. شكرا يا فندم، شكرا. تصبح على خير. اتفضل يا فندم، اتفضل. قال لك يا فاروق، الموضوع كبير، كبير قوي يا رب. كبير ازاي يعني؟ هما ناويين يعملوا ايه في بنتي بالظبط؟ مش هيعملوا فيها حاجة. بنتك بتتعامل كويس جوه. كل ما في الموضوع ان حكاية الجنسية الأمريكية اللي معاها هي اللي معقدة الأمور حبتين. ايه الجنسية معقدها ازاي يعني؟ التهم اللي متوجهة ليها ليها علاقة بالأمن. لو ما كانش حكاية الجنسية الأمريكية دي كانت الأمور هتتطور أحسن من كده. مش عارف، مش عارف. أنا مش عارف. أنا آسف بكلمك دلوقتي، بس الله يرحمك، الله يرحمه، الله يرحمه سليم، الله يرحمه. أكيد ربنا هيرحمه. الدور الباقي علينا إحنا. فاروق، أنا عايز أشوف بنتي. هتشوفها. أنت؟ بكرة. بكرة؟ يبقوا عايزين بقى يستفردوا بيها. هما يستفردوا بيها ليه؟ بنتك يا سيدي متهمة بتمويل جماعات سرية لقلب نظام الحكم. قلب نظام الحكم؟ بنتي دي قد كده؟ قلت لك عايزين يستفردوا بيها. هما مش هيستفيدوا حاجة لما يستفردوا بيها، وما عندهمش أي نية إن هما يلفقوا لها أي حاجة. لا هي ولا غيرها، هما مش فاضيين الكلام ده. عموما هنشوف الأدلة والاتهامات هتوصلها لحد فين. لو مفيش أي حاجة هتدينها يبقى خير وبركة، لو في حاجة بتدينها يبقى أكيد هيتصلوا بينا عشان نشوف محامي نوكله لها. هنعمل إيه دلوقتي؟ هنعمل إيه دلوقتي؟ إهدى بس يا رغب، أكيد هتتحل. تحل تحل تحل. المهندس اللي جه مع مالك عشان موضوع الفلوس بتاعتنا اللي ضاعت. بالظبط. هو يعرف فاروق ولا ايه؟ شكله كده. بقى لله يا فندم. بقى لله وحده. اتفضل استريح. لا انا متاسف جدا، مش هقدر اقعد اكتر من كده.
لا بس ما كانش ينفع ما اجيش واعزي حضرتك. انا مضطر امشي. شكرا. طيب اتفضل انت. خلي اذنك يا فندم. يوسف هتمشي برضو؟ لازم امشي يا داليا، وزي ما قلت لك جوه لو في بينا اي كلام ما ينفعش ابدا لا في الوقت ده ولا في الظروف دي. وبعدين يعني حتى لو اتكلمنا انت مش هتسمعي اي حاجه، كفايه اللي انت فيه. مش لازم اسمعك بس اعرف احسك يا يوسف. عارف يعني ايه احساس؟ عن اذنك يا استاذه. اه اتفضلي. يوسف في ايه يا يوسف؟ مين دي يا داليا؟ دي المساعدة بتاعت بابا. مين اللي معاها ده؟ ابنها. في ايه يا يوسف فهمني؟ يوسف يا مالك. ايوه يا يوسف وصلت؟ مش وقته دلوقتي. في مصيبة يا مالك. مصيبة. مصيبة ايه تاني؟ انت فاكر مرات ادم وابنه اللي ضربوا بالنار قدامنا؟ مالهم؟ ما ماتوش يا مالك. نعم؟ بقول لك ايه؟ مش وقت رياكشنات خالص دلوقتي وحياة ابوك، ما ماتوش وشفتهم بعيني. يا ابني هو احنا لحقنا نشوفهم يوم الحادثة اساسا؟ انت عبيط يا يوسف؟ يا سيدي انا لحقت اشوفهم. وبعدين غير كده مره كنت قاعد انا وادم واتكلمنا عنهم وجت سيرتهم ووراني صورهم كمان، فانا متاكد ان هم. يوسف انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بقول لك شفتهم بعيني يا مالك. شفتهم وانا دلوقتي ماشي وراهم وقاطرهم لغايه ما اعرف ينزلوا فين. انت عارف اللي انت بتقوله ده معناه ايه؟ ايه؟ ما فيهاش ايه. يوسف لازم يعرف. يعرف ايه؟ انت متخيله يوسف لو عارف حاجه زي دي ممكن يعمل ايه؟ يعمل اللي يعمله. البيت اتسرق في غيابك وهو لازم يبلغ عشان البوليس يشوف شغله. يا بنتي انت بتتكلمي في حاجه وانا بتكلم في حاجه تانية خالص. لا انا فاهمه كويس قوي انت بتتكلمي في ايه. طبعا يوسف لو عرف هيقرا كل الكونفرسيشنز اللي كانت ما بينكم. بالظبط. طيب وايه المشكله يا حبيبتي؟ انت ما عملتيش حاجه غلط. يا حلا انا ما سبتش حاجه بيني وبين يوسف، ما قلتهاش في الزفت ده. طب ايه الحل دلوقتي؟ يوسف لازم يعرف، لازم تقولي له. مش هقدر، مش هقدر يا حلا، مش هقدر. خلاص هقول له انا. لا ما انت لو قلتي له برضه النتيجه هتبقى واحده. لا مش واحده، انا ليا اسلوب كده مع يوسف هعرف اقول له واوصل له الموضوع كده بهدوء. يوسف لازم يعرف النهارده قبل بكره ياسمين. لا النهارده لا. ياسمين انا لما يوسف جالي يتوسط لي اني اصلح ما بينكم وقت لما خانك انا رفضت، كنت شايفه ان معاكي حق وقفت جنبك. دلوقتي اللي انت بتطلبيه مني ده انا ما اقدرش اعمله. من حقه ان هو يعرف. البيت اللي اتسرق ده بيته. خلاص يا غاده مش خاطري، ده قضاء ربنا. قضاء ربنا انه يتقتل؟ يا حبيبتي كلنا هنموت، امتى وازاي وفين محدش عارف. ربنا يصبرك يا استاذ غاده، بس ممكن تهدى شويه عشان في كلام كتير لسه هنتكلم فيه. معلش يا مازن بيه، الموضوع مش هين برضه. والله انا مقدر، بس لازم الاستاذه تركز معانا وتهدى على الاقل دلوقتي. عندك حق يا مازن بيه. غاده حبيبتي سليم خلاص عند ربنا، ندعيله ولا نعيط عليه؟ الله يرحمه. برافو عليك، هو ده صح صح. هنسيب بقى نتماسك شوية ونركز كده عشان نحل المشكلة اللي احنا فيها. اوكي؟ اوكي. مازن بيه اتفضل. شكرا. أستاذة غادة أنا عايز أعرف إيه علاقتك بمراد الملاح وسمر عبد الله؟ مراد وصور؟ مراد وسمر. حضرتك عارف ان هما قيادات شبابية من حركة أحرار، تعرفت عليهم من سنة تقريبا. عجبني اهتمامهم بقضايا حقوق الإنسان وخصوصا نشاطهم بقضايا المشردين اللي مرميين في الشوارع، رغم ان كل حاجة بتقول ان هما أولى باهتمام الحكومة. ولقيت ان ده ليه علاقة كبيرة بالتفكير في توزيع الثروات
بس هما كان عندهم مشكلة في تحقيق الجزء العملي من نشاطهم. الجزء العملي من وجهة نظرك يعني ايه؟ يعني زي السوشيال ميديا، الندوات، اللقاءات الجماهيرية. الحشد يعني. مازن بيه هي ما قالتش كده. هنشوف يا أستاذ، هنشوف. بص يا باشا، أنا هحكي لك على كل حاجة من قبل حتى سفرية أمريكا. أنا ومراد أصلاً مرتبطين بقالنا 3 سنين، لحد ما جه يوم وقال لي عايزك تيجي معايا تقابل واحدة اسمها غادة منصور. قال لي إن هي عندها مؤسسة حقوق إنسان كبيرة قوي في أمريكا، ولو اقتنعت بكلامنا هناخد من وراها فلوس ما شفناهاش في عمرنا. رحت معايا باشا ولقيت غادة دي واحدة قدي، بس ايه فلوس بالهبل. واحنا صراحه يا باشا الحاجات دي كانت بعيده عننا خالص، اصل الحاجات دي ليها ناسها. انا بقى صراحه قلت وماله، حقوق انسان حقوق حيوان، المهم نطلع لنا بمصلحه من الموضوع ده قبل ما حد تاني يجي ويحبق على الموضوع. ورحنا قابلنا غدا، بس مراد هو اللي كان معاه الكلام كله. هو مراد بتاع كلام، اصل هتيف قديم من ايام الجامعه. خلاصة الكلام يا باشا، هو عارف ياكل دماغها وفهمها ان حركتنا مشكلتها هي التمويل. لسه في حاجات اكتر من كده هنشوفها ونسمعها مع بعض، بس انا عايز اعرف ايه رايك في اللي انت شفتيه وسمعتيه.